السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ معلومة كده على السريع، ازاي اعمل اوبتيريشن كويس لسيفيرلي كيرفت كانيال؟ سيفيرلي كيرفت كانيال زي ايه؟ زي كده مثلا حاجة بقى لاسيريتد بالشكل ده كده، او حاجة بايوت. طيب بص معايا، في 3 مين تكنيكس احنا بنستخدمه في الاوبتيريشن. في عندك الكولد لاترال كومباكشن، كونتينوس ويب اوف كومباكشن او ورم فيرتيكال كومباكشن، وتالت واحد السنجل كون مع البايوسيراميك سيلر. خلينا تعالى نبص كده على الكولد لاترال كومباكشن. الكولد لاترال كومباكشن انت طبعا في حالات السيفيرلي كيرفت صعب قوي انك تعمل بريباريشن وتزود التيبر عشان تحافظ على الكيرفتش، فغصب عنك هتقلل التيبر، فالتيبر بتاعك يبقى مثلا بنتكلم في ماكسيمم 4%. طيب ال 4% ده لو انا جيت عملت جنبه لاترال كومباكشن هيبقى صعب جدا ان الاوكسيلاريز تدخل جنب الماستر كون، او السبريدر صعب ان هو ينزل جنبه في الجزء الكيرفت، وبالتالي الجزء اللي تحت هيبقى كأنه سنجل كون مع ريزن سيل. الورم فيرتيكال او كونتينوس ويف برضو البين او الهيت كيرر صعب قوي ان هو يدخل معاك في الكيرف وينزل معاك لتحت قوي، فبرضو الحته اللي تحت هتبقى سنجل كون. اذا التكنيك المناسب في حالات السيفيرلي كيرفت هو الباي سيراميك سيلر، مع سواء بقى سنجل كون او هتعمل لاتر كومباكشن من فوق يبقى استخدام الباي سيراميك افضل، طالما الجزء اللي تحت كده كده مش هقدر اوصله لا بسبريدر ولا بين. شكرا جزيلا.